معكم في منتدى الحياة من توا حتى للأربعة متاع العشية بمختلف المواضيع اللي نحاولوا نحلوها ونناقشوها معكم. الناس الكل كيف العادة فريق كامل يكون على ذمتكم. نرحبوا بأمنة بوخيت في الإخراج التقني للحصة، سينو محمد سيف الدين بولعريس كوتي ديجيتال أنسوسا، ستلقاهم في استقبال مكالماتكم الهاتفية والأخصائية والمعالجة النفسية سونيا جبالي. مرحبا بك سونيا. مرحبا بك مريومة، مرحبا بكل مستمعي الحياة. اليوم مع موضوع آخر باش يتم تناوله سونيا، باش نحكيو على علاقات عبر وسائل التواصل، برامج التواعد اللي ولات تصير جينيرال مو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو عصر الانترنت، ميزه العصر الحديث وايفا في ان معا، خاطر عندها الايجابيات نتاعها والسلبيات كما تحدثنا عليها في وقت سابق. اليوم باش نحاولوا نتناولوا مواقع التواصل الاجتماعي من جانب اخر في بناء العلاقات العاطفيه عن طريق الانترنت، والا المواعدات اللي تكون مسبوقه باشياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من ثم الاكتشاف في العلاقات هذه ويدخلوا في علاقه. سورتو اللي برشا ناس يقول لك شنو اللي باش ينجر عليها علاقه، تكون ما تعرفش شخص وبعد باش تقابله، هو يقول لك تبدا تعرف الشخص في حد ذاته والعلاقه مالوغوزمون ما تكونش ناجحه. برشا تجارب في الاطار هذه، منهم المؤيد للعلاقات هذه ويقول لك انا عرست عن طريق العلاقه هذه علاقه الكترونيه وزوجية والحمد لله نجح، ومنهم البعض اللي يقول لك تفاجات وكانت لي صدمه في حياتي على اعتبار انه نعرفوا ديما على مواقع التواصل الاجتماعي تكون الحاجات حتى اللي نحطوها كلكو سواء الصور المعلومات دونك مزيفه نوعا ما ومثاليه في الغالب من الاحيان. فوالا جوستومون هذه هي المثاليه اللي يحطوها الناس الكل، دونك وقتها نتغروا بالحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها. احنا سورتو علاش حابين نحكيوا على الظاهره هذه، على اعتبار انه فما برشا ناس تعرضت مالوغوزمون لصدمه كبيره في هذا الاطار، وكل انتكاسه حتى في العلاقات اللي ما تحبش تجدد علاقة مرة أخرى، تولي فقدين الثقة. هذوما اللي باش نحاولوا خاصة نحكيوا على المخاطر متاع العلاقات العاطفية عن طريق الانترنت، وكيفاش نحاولوا على الأقل احنا ننقذوا روحنا نوعا ما. وسورتو سونيا ممكن احنا في آخر بيريود اللي منذ سنة 2020 مع موجة كوفيد تخلقت برشا علاقات في الإطار هذايا، مع موجة كورونا الناس ماهيش قاعدة تتقابل مع بعضها، دونك برشا علاقات تخلقت عن طريق هذا على حسب الإحصائيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في ظل اللي الناس ماهيش قاعدة تقابل بعضها. اليوم حابين نحكيوا على الموضوع هذايا وتشاركوا تجاربكم انتم، إذا كان بيان سور عندكم تجارب في هذا الإطار تقولوا لنا على تجاربكم كانت ناجحة أم فاشلة، شنو هو سر نجاح إذا كان نجحت العلاقة وكيفاش لازمها تكون، وهذا باش نحلوها اكثر معك انت الاخصائيه والمعالجه النفسيه سونيا جبيلي. افكتيفمون دونك اليوم نحرفوني نحن معناها قاعدين نواكبوا في العولمه في العالم ككل، مواقع التواصل الاجتماعي معناها تساهم بدرجه كبيره في تطور جوستومون الحياه نتاعنا. كي نقولوا تطور راهو التطور ديما يكون سلاح ذو حدين، كيف ما فيه الجانب الايجابي زاد فيه الجانب السلبي، ووقع استثمار هذا التطور حتى في علاقاتنا الشخصيه، في حياتنا شخصية، في تفاصيل حياتنا. بسكو اليوم الراو اللي على موقع التواصل الاجتماعي يقع نشر كل ما عنده علاقة بالحياة الذاتية، بالتفاصيل متاع بتدخل التعايش اليومي اللي نجمو نخوضوه كمعركة من معارك الحياة. اليوم افكتيفمون زاد حتى طريقة التعرف على الأشخاص كسوا تحت خانة الصداقة أو تطور هذه العلاقة إلى تطور علاقة محبة، ينجم زاد كيف يتطور إلى علاقة زوجية، هذا الكل ولا نقطة الانطلاق نتاعها هو العالم الافتراضي. كنا قبل العلاقات معناها تصير مباشرة معناها من خلال معناها المحيط اللي نحن موجودين فيه اتتغى، وكانت بالحق فما الأقلية هي اللي تغلب كونه لعبات تتعرف على بعضها من خلال دول مختلفة عن طريق إرسال البرقيات اتتغى اللي تاخذ أوقات وأوقات طويلة، ولكن اليوم في لمحة البصر تنجم تلقى روحك عامل برشا علاقات معناها حتى وإن كانت صداقة فقط، معناها في مختلف مع العديد من الناس بمختلف العالم بلدان العالم، وهذايا افكتيفمون حاصر السرعة هو اللي
ساهم وأثر بطريقة مباشرة تغير كيفيكتيفمون التركيبة متاع العلاقات عند الناس. فوالا سورتو اللي التركيبة وصلنا نعرفوا احنا حتى مرحلة الحب والتعلق والوصول إلى التعلق تطلب مراحل معينة. هل أنه فريمون هما حتى من خلال خاطر فما شكون يقول لك الحب معناها انباع وكوسار حتى من العلاقة ما زلت ما قابلتش شخص في حد ذاته وإلا هو ما زال ما قابلش شخص في حد ذاته. وهي ممكن نجمو نحكيو على ماهية الحب كيفاش حتى نوصلوا لمرحلة التعلق واللي جينيرالمون الكلهم الأهداف نتاعهم باش نكونوا واقعيين إذا كان فما التعارف هذا الإلكتروني اللي بعدها أكيد يسعى للزواج. هل أنه مؤسسة الزواج تنجم تنجح في الإطار هذايا المسؤولية اللي نجموا يتحملوها برشا حاجات معناها ممكن نجموا نطرحوهم في هذا الموضوع وسورتو هل أنه هذايا مرتبط بشخصية الشخص هذايا اللي باش يدخل في العلاقة هذايا في حد ذاته وإلا لا لنجاح هالتجربة هذه وإلا فشل. احنا نحبوا تجربكم في الإطار هذه وحتى رأيكم في علاقات الحب الإلكترونية على 77-288-307 77-288-322. موضوعنا في منتدى الحياة نذكركم علاقات الحب الإلكترونية خاصة هل أنتم معه وإلا ضد هالظاهرة هذه.